ايوه يا باشا. خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي. وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي. واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار. فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. اؤمرني. اؤمرني معاليك. مع السلامه. شلبي! ضحكتني يا خميس مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي قول لي يا خميس، يا الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش ليك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفنا يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. اه حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي نيجي ما. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. تعرف الفالس ده بتحزموا له بإيه؟ هو بتحزموا له برضه؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس.